اليوم مع والدة العروسة شخصياً. أيوة، أهلا وسهلا فيك، نورتونا. أهلا وسهلا فيك. يعني شو هاي الفرحة، هل يضاهيها فرحة؟ لا، أحلى شعور إنك تحس إنه ابنك كبر وصار عريس وعروس، أحلى شيء بالدنيا. أنا بعرف شخصياً قديش كافحتي كرمالهم من البدايات، فاليوم بتشوفي حالك قطفتي الثمرة؟ أنا جبت أخ لابني وأبلة بنتي، أب وزوج وحبيب كل شيء. يعني محمود، يعني شو بدي أحكي لك، يعني نقي صافي، ابن عالم وناس، حنون الحمد لله. يعني هذا العوض لبيسان، الحمد لله، وإن شاء الله بوقف جنبه وبساندها. أنا وقفت معه لهون وتعبت، خليه هو يكمل بقى. شو نصيحتك لهم هيك بالحياة المستقبلية؟ نصيحتي بالحياة المستقبلية إنه لك مع تجربتي إنه ما في شيء يوقفنا، ما في شيء، كل ما وقعنا بدنا نقوم، لأنه بجوز نوقع كتير، لازم بس نضل رأسنا مرفوع، قد ما وقعنا ضل رأسنا مرفوع. شكرا كثير. الله يسلمك.